كريم الديب ولين أبو شعر في سفرة مستعجلة من أجل حفل زفافهم، شاهدوا المزيد من التفاصيل. يبدو أن زفاف كريم الديب ولين أبو شعر أصبح على الأبواب، حيث بالأمس قاموا بسفرة مستعجلة إلى تركيا بسرعة لتجهيز أثاث منزلهم، وقاموا بالاستعانة بفريق كامل لمساعدتهم في اختيار ديكور منزلهم الجديد، والكل ينتظر الزفاف الأسطوري لهما، وكل الأنظار الآن أصبحت متجهة عليهما. ولا والله من اسطنبول، وصلنا اسطنبول. ليش اجينا؟ جايين نختار الفرش لبيتنا. احنا متعاون مع القيدرة، هي شركة تصميم وديكور داخلي، مقر الاساس الامارات وعندهم فرع بتركيا باسطنبول، فكان لازم ننزل لحتى كمان يساعدونا باختيار المفروشات من اسطنبول. يس، عم نختار فرش البيت من اسطنبول، فتعالوا نلف مع بعض. نحن هلا باسطنبول انا وكريم، جينا خصوصي لحتى نختار فرش البيت. مثل ما بتعرفوا نحن عم نتعاون مع القيدرة لتصميم البيت، هنا عم يعملوا لنا كل التصميمات وحتى عملوا لنا ديزاين الغرف كلها. فالمهم اللي جايين كرمالها هي انه بمساعدة القيدرة نختار كمان فرش البيت. فهلا نحن معنا مهندسين من القيدرة باسطنبول، لانه هنا عندهم فرع باسطنبول، لحتى يساعدونا نختار المفروشات من المحلات اللي هن بتعاونوا معها اصلا. انه هنن اصلا لما عملوا لنا تصميم البيت اختاروا مفروشات موجوده اصلا بالمحلات باسطنبول، فنحن هلا حنشوف بس هاي المفروشات على الواقع، ممكن نغير فيها تغييرات بسيطه لحتى نضل على نفس المود. فيلا تعالوا معنا. وهي كريم معجب جدا بهذا الكرسي. شو مدير البيت هلا نحن عم نختار أقمشة لهي الكاوتش، وهم مهندسين القيدرة عم يساعدونا بالاختيار وعم يترجموا كمان، لأنه ما بنفهم عليهم كتير. فيس الحلو إنه عم نختار موديل بس حنغير فيه القماش واللون، فهن كتير فليكسبل بهذا الموضوع. والله خيارات الأقمشة يعني بحر، فعم نختار القماش الفخم والمريح نفس الوقت. فرين شوي صدعت من الموضوع، انا كنت في الحيط خلص، بس صراحه اشياء احلى من الصور. تفاعل غيت مروان بالامس بمجموعه من الاسطوريات مع اصدقائه، حيث جمعهم تحدي